اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده ده هيكون فيديو مختلف شويه. زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت انا هحاول اعمل حاجه مختلفه من وقت للتاني كده، بحيث يعني ما تزهقوش من جو المراجعات والحاجات دي. طيب باختصار كده، الفتره اللي فاتت شفت فيديو لذيذ جدا بصراحه لمحمود اسماعيل عن كبسوله زمنيه هو عاملها، جاب صندوق كده وحاط فيه شويه ذكريات وحاجات، فبصراحه انا واخد الفكره منه لكن معدل عليها شويه. فيديو محمود برضه هسيبه لكم في الايه اللي بتظهر فوق دي لو حابين تشوفوه. والفيديو يعني النهارده هيكون فيديو تسليه بس عشان نفصل من جو المراجعات وكده ونضحك يعني مع بعض شويه وكده. طيب الصندوق اللي معايا النهارده هو عباره عن كتاب، هو يعني خدعه كتاب وصندوق في نفس الوقت. فالفكره بقى ان احنا هنجيب شويه حاجات من الشائعه او الحاجات الترند في مصر اليومين دول هنحطها في الكتاب ده، وبعد سنه من الفيديو ده بالظبط هنعمل فيديو تاني نفتح فيه بقى البوكس ده ونشوف بقى الحاجات وايه اللي اتغير. طيب طبعا انا هحاول ان انا ابقى يعني مش تقليدي قوي وابقى كرييتيف شويه في اختيار الحاجات، مش هختار كل الحاجات الشائعه. طيب في بقى اغنيه انتشرت مؤخرا لشخص اسمه ادهم سليمان تقريبا، وهي اغنيه انا مش حاببها خالص بصراحه، بس انا مش عارف الناس معجبه بيها جدا واداء وبتاع مش عارف ايه. يا عم متصوره من موبايل يا عم، والله العظيم باين ان هي متصوره، مفيش عزل مفيش كلر جريدنج اخضر. وبعدين ثواني انا عاوز افهم حاجه بس، ليه بيغني رومانسي وقاعد يرقص؟ الفيديو 3.5 مليون مشاهده تقريبا وهو ترند رقم واحد في مصر، فيعني ربنا يبارك له. انا مش منزعج بصراحه من الفيوز اللي هو جابها، بس انا منزعج من الفيوز. هي الفكره في في الفيوز اللي هو جابها. شاومي مي ميكس 2 اس ريفيو 9 ايام شغل 4000 مشاهده. طيب نيجي بقى للاخبار الحزينه يا جماعه، او الترند الحزين جدا، واكيد كلكم عارفين حاجه زي كده، وهو ان كريستيانو رونالدو للاسف خلاص في يوفنتوس رسميا. يعني طبعا يعني متوقع ان السنه الجايه كريستيانو يفضل في يوفنتوس زي ما هو. ده كريستيانو خالص. بقى اللي طلع انا مش عارف بصراحه يعني عامل كده، بس ما علينا. فكريستيانو هنحطه هنا ونشوف مصيره هيبقى ايه السنه الجايه، وهنشوف مصير برضو ريال مدريد هيبقى ايه السنه الجايه، ونشوف هل هيحقق دوري الابطال ولا لا. طيب بالنسبه بقى للحاجات الشخصيه بالنسبه لي انا، فالنهارده ان شاء الله هكون تميت ال 190,000 مشترك يا جماعه. اتمنى طبعا ان هم يبقوا 200,000 مشترك، لكن ايا كان يعني ما فرقش. الاجر بتاع محمد هنيدي والله عنده كانه امه. لا كم من هبقى كم ايام؟ والله اتوقع ان انت ساعتها ممكن تكون مثلا 6 مشتركين. يا ابني انا دلوقتي 190,000. 190؟ انت قصدك ان انت دلوقتي 190، السنه الجايه تبقى كام؟ 6 برضه. التشالنج الجاي بقى هيكون عن الشاشات اللي بدون حواف. اكيد ده من الحاجات المنتشره جدا في مجال التقنيه دلوقتي، كل الشركات بتتنافس ان هي تقلل الحواف على قد ما تقدر في موبايلاتها. واقوى موبايل وصل للليفل في الموضوع ده يعني هو، طب ليه ما نحطهاش بالترتيب؟ الاوبو فايند اكس. طيب نشوف بقى السنه الجايه هل هيكون الاوبو فايند اكس ده ما زال واخد وضعه يعني، بعد ما انا جبت الماك بوك برو بتاعي واللي هو انا كنت مصدق ان ده اغلى حاجه في الكوكب، وانا انا مش مصدق انا دفعت المبلغ ده ازاي في ماك. لا معلش، في ماك بقى ب 6700 دولار كده. ايه لا وايه، يعني طبعا ما فيش ماك بوك برو السنه الجايه، بس هنشوف السنه الجايه ردة فعل الناس على الماك ده هيبقى ايه. يعني الناس هتشتريه مثلا، هيبقى عليه اقبال جامد او كده ولا لا؟ فهات يا ابني السكرين شوت اللي انا واخدها من فيديو ماركيز براولي. طيب محمد صلاح بقى، واكيد ليه دور في الترند اللي موجود في مصر اليومين دول وفي العالم حاليا، ولانه طبعا مؤثر جدا جدا بالنسبه لليفربول، ومؤثر جدا بالنسبه للدوري الانجليزي وكده، وانتقاله لليفربول وان هو خلاص جدد العقد. هنشوف هل هو هيخليه في ليفربول ولا هيفسخ العقد مثلا ونادي تاني ياخده او كده. هو مين صلاح فيه؟ واخيرا يا جماعه واخيرا يا جماعه، وبعد طول انتظار، انا ما كنتش منتظر قوي بصراحه، بس اللي هو يعني اكتشفت ده مؤخرا، ان تامر حسني اخيرا غير في ستايل الاغاني بتاعته. انا طول عمري بشوف ستايلات تامر حسني لازم يبقى فيه جرافيك اوفر مالوش اي معنى في الفيديو، لكن الفيديو ده بصراحه اللي هو بتاع عيش بشوقك ده لذيذ جدا بصراحه، وبيحاول يبين لك يعني ان الدنيا فانيه بقى هنشوف بقى تامر حسني كمل في الستايل ده من الاغاني ولا لا، وبدا يجدد ولا هيرجع بقى يعمل جو الجرين سكرين والكروما والحاجات دي. طيب الحاجات برضو اللي اتطورت جدا جدا بالنسبه لمجالنا وبالنسبه لمجال الموبايلات وكده هي الكاميرات يا جماعه، وبقينا نشوف زي ما انتم شايفين كده على موبايلات 3 كاميرات زي البي 20 برو، وكاميرتين على معظم الموبايلات حتى الفئه المتوسطه والفئه المنخفضه كمان، عشان تعمل لك طبعا موضوع العزل والحاجات دي. فانا متحمس جدا طبعا ان انا اشوف الكاميرات دي هتتطور قد ايه السنين
الجاية يا عم أول ما أقول. ويجي بقى يا جماعة لأكتر حاجة ترند في مصر حاليا وهي أكيد الميوزيكلي. طبعا هو مش ترند في مصر بس, هو ترند في معظم الدول العربية لكنه هنا أفضل جدا جدا في مصر. أنا ما كنتش حابب أتكلم عنه بصراحة, لكن أنا حابب وأتمنى إن أنا أشوفه بقى السنة الجاية بعد ما نفتح الصندوق ده في الفيديو ونشوف هل هو هيفضل ترند قوي زي اليومين دول والناس بتشهر عليه بغباء وما لهاش ناس ما بتعملش أي محتوى أصلا يذكر يعني ولا لأ. واتمنى بصراحة ان هو ينتهي خالص مع الناس نشوف له اي حاجة. وهي بس كده, دي كانت كل حاجة بالنسبة للصندوق الزمني اللي احنا عاملين النهاردة. بصراحة فكرة لذيذة جدا وانا حبيت اعملها معاكم وان اتشارك الحاجات دي. بعد سنة نعمل فيديو ونشوف الحاجات دي ونعمل عليها رياكشن تاني. ولو عجبكم النوع ده من الفيديو يا جماعة ياريت منسوش تعملوا لايك, ولو مش حابين النوع ده من الفيديو يا جماعة اتأكدوا ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس تحت انت اتغيرت مثلا المحتوى ده مش لايق بيك قوي. بس دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو النهاردة, دي كانت كل حاجة وبس دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو النهاردة. بشكر كل شباب الفيديو للآخر. سلام فرقش يا جماعة.